السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنتكلم لسه ما زلنا مع البيزكس بتاعة البايثون، لسه في كلام كتير وشوية أساسيات اللي بتتظبط في دماغنا. كنا اتكلمنا على الألجوريزم والفلوت شارت، وقلنا إن المفترض نتبعهم في ترتيب العمليات بتاعتنا. كنا اتكلمنا على شوية حاجات أساسية وشوية بيزكس كده بسيطة، ولسه مش محتاجين إن احنا نستعجل في إن احنا نجتازها دلوقتي، لكن تعالى ناخد مثال يبدأ يظبط بعض المفاهيم معانا. مثال بيقول لي قم بتصميم برنامج في مدرس هندسة بيريد تصميم برنامج. البرنامج بيحسب له مساحة ومحيط القطع الناقص. مساحة ومحيط القطع الناقص، قطع الناقص هو الشكل البيضاوي، وهذا ان احنا بندخل البعدين X اللي هي نص القطر اللي هو بالطول، والواي اللي هو نص القطر اللي هو بالعرض القطع الناقص، وبعدها يتم حساب المساحة، نحسب الاريا ونحسب المحيط البيرمترز والاريا طبقا المعادلات التاليه، ومديني المعادلات. قال لي الاريا بتساوي، وعامل لي العلامه الغريبه دي اللي هي باي اكس في واي، والبيرمتر هنا 2 باي جذر نص اكس تربيع واي تربيع، كلام كده غريب. انا في الاول وفي الاخر احنا مش بتوع رياضه، لكن يهمنا ان انت تبقى في الاساسيات، تبقى تعرف ازاي تحول المعادلات من شكلها الرياضي الى ازاي تكتب على الكمبيوتر، لان في علوم كتير جدا جدا زي ما ان شاء الله ده ممكن تتعلم، علوم كتير جدا جدا بتقوم على ان ممكن الحل كله يبقى قايم على ايكويشن معين. الايكويشن دي ممكن تعرفش تثبتها انت رياضيا او هندسيا او بتاع، مش مهم عندي، لكن تبقى عارف وظيفتك انك تاخد المعادله اللي هم اثبتوها وتقدر تحولها وتحطها على الكمبيوتر بشكل سليم. فانا هتكلم على اول مرحله، انا عايز اكتب الجوريزم. الالجوريزم اتفقنا عشان نمشي ببساطه هنقسمه الى ثلاث حاجات اساسيه: انبوت مدخلات، وبعد كده بروسيسنج، وبعد كده عندنا في المرحله الاخيره الاوتبوت، ونبدا نشوف ايه الحاجات اللي عندنا نبدا نشتغل عليها. انا متخيل ان الاول اليوزر هيدخل الاكس ويدخل الواي، يبقى احنا الاول برومبت خلاص، يعني نخبر المستخدم انتر the value of x، هنخبره ان هو يدخل قيمه الاكس، صح؟ دي اول مرحله بالنسبه لنا. طبعا ساعات بنحب نقوم عاملين ايه برومبت انتر ذا فاليو، دي كده بتبقى مخرج على الشاشه بنكتبها، وبعد كده بناخد الفاليو بتاعت اكس لوحديها. دي ساعات بتنفع في بعض ايه، يعني في بعض الاشكال البرمجيه احنا عندنا بالنسبه لنا في لو احنا بنشتغل بايثون هي جمله واحده بتاخد على طول، بتطلع رساله وبتاخد القيمه على طول مباشره. في بعض اللغات بتطلب الطلب انك تطلب ده امر، وانك تاخد وتخزن في الفاريبل بتاعك ده امر تاني، فده على حسب الايه السياق اللي انت شغال بيه. فانا هشتغل بالسياق يعني مباشر، فماي انتر ذا فاليو اوف واي، بقى عندي دلوقتي ايه طلبت منه حاجتين، يدخل قيمه اكس ويدخل قيمه واي. طيب في حاجه ثانيه هيدخلها اليوزر، تخيل كده في السيستم بتاعنا البسيط دوت مفيش اي حاجه دخلها ثاني اليوزر، خلاص هو يدخل اكس ويدخل واي. طب وبعدين؟ انا احسب الاريا، انا احسب البيرمتر وخلاص. فانا لو جيت هنا قام قايل اللي انا عايز احسبه هكالكوليت ايه، هقول له والله هيبقى عندي فاريبل اسمه اريا، واريا ده هيكون بيساوي باي دي اللي هي رياضيا معروفه، اللي هي حتى مداني تحت قال لي 22 على 7. 22 على 7 فممكن اكتبها له كده ما بين قوسين عشان ما تتاثرش، زي ما احنا عارفين اولويات التنفيذ 22 على 7 لوحديها كده على بعضها، مضروبه في اكس مضروبه في واي. ليه حطينا الضرب؟ لان احنا متفقين ان رياضيا لما بنكتب اي رموز جنب بعضها بدون فواصل بتبقى مفهوم ان ما بينهم ضرب، مفهوم ما بينهم ايه؟ ما بينهم ضرب. طيب كلام جميل. ننزل هنا في كالكوليشن ثانيه للبير، اقول له كالكوليت، وعندي بير، البير ده بيساوي ايه؟ بيساوي قال لي 2 ماشي، وبعد كده قال لي في، طبعا في مش مكتوبه بس احنا فهمناها، وعلامه الباي 22 على 7. على فكره احنا ممكن نستدعي باي لما اجي اقول ماث دوت بي اي، تبقى مفهومه ان احنا بنجيب ثابت القيمه الثابته اللي هي 22 على 7 او مش عارف 1.14% ولا ايه، الثابت الرياضي المعروف، ثابت الرياضي المعروف كده بنستدعيه مباشر على حسب لغه البرمجه، مستدعيه مباشر على حسب لغه البرمجه. غالب لغات البرمجه اذا ما كانش معظمها كلهم فيهم المديول او فيهم الكلاس او فيهم الاوبجكت اللي اسمه ماث، ومنه بالنادي على الفانكشنز الرياضيه
والهندسية والخاصة بحساب المثلثات وغيره. مش عايز اخوفك من الكلام ده، لكن بقول لك ان ده موجود. انا هقول ماث دوت هلاقي حاجات كلها حاجات تخص الماث. فبعد كده مضروب عايز الجذر، ما عندناش في الـ في الـ في الـ في البروجرامنج زي الوورد او زي الكتابه العاديه، مفيش حاجه اسمها جذر كده زي ما مكتوبه قدام عينيك كده، لا احنا بنكتب كله وان لاين. فلازم يتم استبدال علامه الجذر بفانكشن بتقوم بمعامله الجذر. في عندنا ماث دوت اس كيو ار تي، دي معروفه برضو في اغلب اللغات هتلاقي كده ماث دوت اس كيو ار تي، وكل اللي تحت الجذر يبقى ما بين القوسين بتوعها، بس استبدلناها باسم فانكشن. استبدلناها باسم ايه؟ باسم فانكشن. يبقى هنشيل اللي هي علامه الجذر اللي ما عندناش ما بنعرفش نكتبها في كمعادلات في برمجيه، لكن بيتم تحويلها الى مجموعه من الفانكشنز اللي بتؤدي، او مجموعه من الوظائف او الدوائر اللي بتؤدي العمل اللي بتقوم به العلامات الايه الرياضيه دي. فكل ماث دوت اس كيو ار تي ما بين القوسين، كل اللي هيجي تحت القوسين دوت يعتبر بالنسبه لنا هو اللي تحت الجذر. خلاص، فلما اجي اقول نص يبقى اقول واحد على الاثنين عادي. ضرب، طبعا تلاحظ ان لازم تفتح قوس تقفل قوس، عشان هنا النص هيبقى ضرب الاكس تربيع زائد الواي تربيع. فممكن اقول الاكس تربيع كده صح ولا ايه، زائد الواي تربيع كده برضو. انا يعني دي صحيحه. وبرضه في طريقه تانية برضو، يعني في طرق كتير، يعني دوت برضو عندي ماث دوت تربيع باو باور، يعني ممكن اقول واي كوما 2. دي برضو طريقه تانية من الطرق اللي انا اقدر اعمل بيها فكره الاس، فكره الباور. خلاص، في طرق كتير، لكن انا اقصد ان ماث دوت دي فيها كل الحاجات الايه اللي احنا عايزينها رياضيا. طبعا انا الجو دلوقتي كده ماشي في اطار ان احنا لازم ايه نحاول الكلام ده. طبعا نحاوله، اقصد اوريه لكم بتعمل ازاي، يعني او اوريكم ازاي في البايثون ايه هي الماث. بس قبل كده انا مش عايز بس دي تبقى مكتوبه كده، عايز تبقى مكتوبه دايما كده زي ما احنا شايفين. عملت التو كالكوليشنز، العمليتين اللي عايزين نحسبهم بالمنظر ده، وفكينا الرموز اللي مش معروفه اللي هي زي الباي وزي الجذر في المعادلات وزي الاس والاكس والواي والاريا والبير. دول الاربعه فاريبلز بتوعنا، اكس وواي واريا وبير، وعملنا المعادلات. كلام جميل جدا. فاضل لي ايه؟ الاوتبوت اللي هيخرج على الشاشه. اللي هيخرج على الشاشه ان انا هديسبلاي بعد ما اخلص، لازم اعرض في الاخر الاريا، ولازم اعمل ديسبلاي اعرض كمان مين؟ البير. بكده يكون الالجوريزم البسيط جدا جدا بتاعي بدات انسق فيه واقسم الشغل بتاعي عشان ارتب مخي شويه الى انبوتس واوتبوتس. مش عايز يظبط، ماشي، الى انبوتس واوتبوتس، انبوتس وبروسيسنج واوتبوتس. ماشي، كتبناه كده. قبل ما اخش وارسم نفس الكلام دوت على فلوت شارت ونشوف شكل الفلوت شارت بقى هتخدمنا في ايه، ممكن نبص بصه على ماس. ايه الحاجات، ايه الفانكشنز اللي موجوده تحت ماس، وناخد بعد كده ان شاء الله الفلوت شارت ترسم ازاي بتاعتها. ده كائن علامات رياضيه اللي اسمه ماس اوبجكت في البايثون. طبعا بنكتب في اول سطر امبورت ماس زي ما اوريكم، احنا بنكتب كود وبنقول ماس ونكتب اسم الفانكشن. ما علينا من ده، لكن هقول ان في شويه فانكشنز شهيره هعلق على اشهرهم بس، مش هعلق عليهم كلهم لان دوت هناخده معانا ايه واحده واحده، مش محتاجين ان احنا نتسرع فيه. زي سيل دي، ودي بترجع لك اصغر رقم صحيح، اصغر رقم صحيح اكبر من او يساوي القيمه اللي انت حاططها لهم. اصغر رقم صحيح، اصغر رقم صحيح، خد بالك عشان الاكس ممكن يكون فيها كسر. خلاص، ممكن الاكس تكون فيها ايه كسر. اكبر من او يساوي الاكس، اكبر من او يساوي الاكس. كوبي ساين، طبعا هنا دي بيرجع لك قيمه اكس بس يشوف الواي، لو الواي بالسالب تبقى الاكس بالسالب، لو الواي بالموجب تبقى الاكس بالموجب. يعني فاكتوريال دي طبعا اللي هي اللي هو الضرب المتتالي اللي يعرفه. في فلور، دي بترجع لك بترترن بقى عكس الايه، عكس السيل اللي هي بترترن اللارجست نمبر، اكبر رقم صحيح اقل من او يساوي الاكس اللي انت مديها له. دي عمليه التقريب يعني. اس فاينايت، اس فاينايت بترترن ليك كلمه ترو لو كان العمليه ديت لا نهائيه، يعني نوت نمبر او رقم مش هينتهي. دي مهمه.
is INF ودي برضو صعب استخدمها بترتين لك true لو كانت الX positive أو negative تعمل العكس و is NAN NAN دي كلمة NAN not a number not a number يعني مش رقم بترجع لك هو رقم ولا مش رقم لو كان رقم ترجع لك true لو كان مش رقم ترجع لك false وفي حاجات تانية طبعا زي المود F وفي trunk اللي بتقص بتجيب الأرقام الصحيحة بس وفي بقى اللوجات بقى اللي هي لوغاريتمات هتلاقي عندك لوغاريتمات ولوغاريتمات بيز 10 وبيز واللي هو البيز الطبيعي ومش عارف اللي هو 2 بيز 2 والكلام ده كله في عندك الباو ده مهم اللي هو اللي بيعمل باور اللي هو بيضرب اس اللي احنا جربناه ده جربناه احنا من شويه باو ممكن اقول اكس كوما 2 فيبقى كده ايه اكس تربيع او اكس تكعيب يبقى اقول اكس كوما 3 يبقى اكس تكعيب وهكذا اس كيو ار تي وده مهم جدا وده السكوير روت السكوير روت اللي هو قلنا الجذر ده برضو من الحاجات المهمه مش دول بس في كتير الحاجات دي برضو بتاعه العمليات اللي هي حساب المثلثات زي الكوزاين او الارك كوزاين والارك ساين والتانجنت او الارك منه وفي برضو الايه الكوزاين وحاجات تانية كتير والساين يعني الحاجات اللي هي خاصه بالعمليات اللي ايه حساب المثلثات طبعا مش بقول لك احفظ الكلام ده خالص انا بس مجرد تبقى عارف عشان لما تتزنق تبقى محتاج حاجه فيها ساين ولا كوزاين ولا بتا ولا ريدياس ولا مش عارف يا نهار ابيض اجيب لا 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 في ماس دوت واقوم كاتب كوسين وبين الكوسين اكتب المعادله هيحسب لي هو الكمبيوتر بيحسب مش قضيه الكمبيوتر بيحسب لكن احنا بس نبقى عارفين ان فيه ونستخدمه امتى في فانكشنز كتير كل دي برضو مع الفانكشنز اللي هي طبعا جاما والكلام ده كله وبرضو التان التانجنت والكوزاين برضو لسه والحاجات بتاع برضو محاسبه المثلثات في البي اي اهو شايفين البي اي اللي حكينا عليه وده الماثيماتيكال كونستانت اللي هو الثابت الرياضي المعروف اللي هو بيعمل 3.4% وشويه وفي الاي وده برضو الايه الماثيماتيكال كونستانت اي المعروف دي بس كده كانت عرض تقريبا لكل الفانكشنز بتاعه الماس مش بغرض انك تحفظها لكن بغرض تعرف ان هي موجوده بس مش اكتر من كده بقى نستخدمها بقى زي ما احنا عايزين نستخدمها زي ما احنا استخدمنا في المثال بتاعنا دلوقتي الباي واستخدمنا الاس كيو ار تي وقلنا ان احنا ممكن نستخدم هنا الباور ممكن نستخدم هنا مين الباور دي كانت بس كده يعني شفنا الاكزامبل ازاي نفكه كالجوريزم ونمشيه في ستيبس ونكتب الالجوريزم بتاعنا في ستيبس وشفنا اتعرفنا على الماث اوبجكت او الماث مديول وان شاء الله نشوف ازاي نعمل الكلام ده بقى في فلوت شارت والخطوات اللي بعد كده.